وسهلا مشاهدينا في حصاد نورمينا لهذا الأسبوع. ونبدأها مشاهدينا بأهم الأخبار المحلية. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المحكومين التالية أسمائهم: محمد جميل، محمد عيسى، مجاهد نبيل، أحمد يوسف، طارق عمر حسن، مصطفى يوسف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار عفو خاص عنهم. أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله لنسور خلال زيارته إلى أمانة عمان على ضرورة توخي التوزيع العادل للخدمات في جميع مناطق العاصمة وبالطريقة المثلى دون التغيير، بما يساهم بتعزيز شعور المواطنين بالانتماء تجاه المدينة التي ستبقى دائما جوهرة المدن. تبدأ مديرية الأمن العام ومن خلال إداراتها المرورية المتخصصة بتنفيذ حملة التفتيش الفني الشتوي على المركبات بمختلف فئاتها اعتبارا من السبت وطوال فترة الشتاء، إلى التأكد من جاهزية المركبات وصلاحياتها الفنية لضمان سيرها بصورة آمنة خلال فصل الشتاء. أكد وزير المالية الحافظ أن الحكومة تدرس خيار تطبيق تسيير المركبات على الشوارع وفقاً لنظام الفردي والزوجي، وقد سبق للمملكة استخدام هذا النظام بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، وجاء هذا جراء ثقل فاتورة توليد الطاقة والدعم الذي يعد تكلفة على الموازنة العامة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن بركات بأن الوزارة مستمرة في إجراءات إعفاء الطلبة من الرسوم المدرسية، مشيرا أنه سيتم إعادة الرسوم للطلبة. تمكنت كوادر الجمارك الأردنية من ضبط حبوب مخدرة حيث تم العثور عليها أثناء التفتيش الدقيق الجسماني لأحد المسافرين، في حين أنه وجد جزء من الكمية ضمن حذاء المسافر والجزء الأكبر عثر عليه في أماكن عدة من جسم الشاحنة التي يقودها. تعرضت مركبة أردنية تقل إداريين تابعة لإحدى شركات نقل الحجاج إلى انقلاب على بعد 70 كيلومتر شمال المدينة المنورة، مما أدى إلى وفاة أحد ركابها وإصابة 2 آخرين. قررت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إطلاق اسم الشاعر الراحل حبيب الزيودي على استوديو رقم 13 في دار الإذاعة الأردنية. ومحلياً أيضاً سقوط أجزاء من سقف صناعي في سيتي مول، خلونا نتابع التقرير معاً. تصور جوا البول انه شغاله. بدلني الله لا يوفقهم بس الوكالات، والله العظيم مشكله، طلعوا انفجار. Thank you.
مشكلة. تصور جوا البول انه شغالة. زلمه الله لا يوفقهم بس الوكالات، والله العظيم مشكلة. طلعوا انفجار. يا عمي مش انفجار، انا موجود. فرسينك. تعرف عليكم؟ ممنوع لو سمحت. انا ممنوع بس خلينا نصور زي ما بدنا، انا بدنا نشتغل بلاش يعني. دقيقة في دقيقة. اهلا دقيقة. خذ راحتك. اول امر. ثواني. مكتب الاعلام مديرية الامن. اهلا وسهلا. عالمياً، إعصار ساندي يخلق أجواء حرب في نيويورك. وكاريكاتير هذا الأسبوع. ومن أكثر الصور تعبيراً لهذا الأسبوع، فتاة تدرس وتعمل في تنظيف الأحذية. وبالانتقال مشاهدينا إلى الفقرة الفنية في حصاد نورمينا، استقبل مخيم الزعتري الممثلين زعل وخضرة بأجواء الفرح في خيمة كرنفال الأيدي الصغيرة ضمن مسرحية هادفة حول الاهتمام بالتحصيل العلمي بدعم من سفارة دولة قطر في الأردن. دينا لم أتقصد إهانة الشيعة، وقالت أيضا أنها لا تعرف سببا واضحا للهجوم عليها بين الحين والآخر. أما عن أغنية الفيلم التي تقول مدد يا طاهرة يا أم الحسين، لا توجد بها أي إساءة للشيعة ولا للمسلمين بشكل عام. ليدي غاغا تريد الزواج حتى أخمص قدميها بحبيبها الجديد الممثل كيني، حتى أنها تفكر في إنجاب الأطفال. أبدت الفنانة يسرى استيائها مما نشرته بعض المواقع عن اعتزالها للفن بعد أدائها للحاج، قائلة أن هناك شخصا جبانا وغبيا ألف هذا الخبر وفبركه. ووفقا للتقارير أن هذه المرة الثانية التي تحج فيها، مشيرة أنها لن تعتزل الفن. احتفلت إليسا بعيد ميلادها الأسبوع الماضي برفقة أصدقائها. خسرت الفنانة السورية أصالة نصري قضيتها مع شقيقها أيهم الذي كان قد حصل على حكم ضدها يقضي بسجنها شهرا مع وقف التجفيد، إضافة إلى إجبارها على دفع غرامة مالية قدرها 10,000 جنيه مصري في قضية سب وقذف. كشفت الفنانة المصرية هياتم أنها بصدد إطلاق مذكراتها الخاصة التي ستفضح فيها أمور كثيرة وستسرد أسرار لم يعرفها أحد من قبل، وقالت أن أثرياء عربا عرضوا عليها الزواج مقابل ملايين ومجوهرات وقصور. ومن أخبارنا الطريفة والغريبة لهذا الأسبوع، أطعم رجل سعودي نحو 1,000,000 حاج في بيت الله الحرام مجانا بهدف توفير كل السبل لأداء الحج في يسر وسهولة. لنتابع التقرير معا.
انحرثوا سبلا تكفي أدمعنا في بلد بهداك تزدحم ورحمك في بلد بهداك تزدحم ورحمك جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا كرمنا بعطاك غفرانك رحمك أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك ارحمنا وارحم من جهدوا معنا من حرثوا سبلا تكفي أدمعنا في بلد بهداك تزدحم ورحمك في بلد بهداك تزدحم ورحمك جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق. في بنغلاديش العروس هي من تدفع المهر، حيث يوجد مؤسسات تعطي النساء اللواتي يريدن الزواج قرضا وتساعدهن على الحصول على عمل، كما تجمع التبرعات لمساعدتهن في دفع مهور لعرسانهن. أجمل ما في هذا الكون مشاعر، وهي مشاعر الأمومة. لنتابع التقرير معا. وبهيك منكون وصلنا مشاهدينا لنهاية حصاد نورمينا لهذا الأسبوع. منشوفكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.